لكن ابدا. عايز بالنسبه للصوم الكبير اكلمكم عن حاجه مهمه ندرب انفسنا عليها في فتره الصوم. عايز اكلمكم عن الوقت واهميته وفائدته، لان الكتاب بيقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف. فكيف يمكن ان يهتم الانسان بوقته وبخاصة في الصوم؟ الوقت عبارة عن الحياة، حياتك هي وقت. الذي يضيع الوقت انما يضيع حياته، والذي يحفظ الوقت انما يحفظ حياته، والذي يستفيد من الوقت بيستفيد من حياته. حياتك عبارة عن ايام او ساعات او دقائق، زي ما بيقول احد الشعراء: دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. فاذا كانت حياتك شوية وقت، فايه اللي انت بتعمله في الوقت ده؟ انا بعجب كثيرا للاشخاص الذين يبحثون عن طريقة لقتل الوقت او لقضاء الوقت. طب اللي بيقتل الوقت ده بيقتل حياته. الذي يقتل الوقت لا يشعر ان هناك قيمة لحياته. هو انسان يعيش بلا هدف، يعيش بلا رسالة، حياته رخيصة في عينيه، علشان كده بيقتل الوقت، بيقتل حياته. لكن كثير من القديسين كانت حياتهم مثمرة في كل دقيقة من دقائقها. في بعض الناس عاشوا على الأرض فترة قليلة من الزمن، لكن هذه الفترة اقتدرت كثيرا في فعلها، لأن كل دقيقة منها كان بيعمل فيها ربنا. خدوا واحد مثلا زي يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بدأت رسالته من سن 30 عندما ظهر للشعب. ايه الوقت اللي قضاه في رسالته؟ سنة مثلا، اكثر منها بشوية. في هذه الفترة القليلة استطاع ان يعد الطريق للمسيح، ويهيئ للرب شعبا مستعدا، ويكرز لمعمودية التوبة، ويعمد آلافا من الناس، ويشهد للحق، ويموت شهيدا. وهذه الفترة القليلة من حياته كانت بركة كبيرة، استطاع بها ان يأخذ لقب اعظم من ولدته النساء. ما اقدرش اقول ان يوحنا بنى هذا المجد العظيم في سنوات طويلة جدا، او بمجهود جبار استمر قرونا او استمر عشرات السنوات، ابدا، حاجة ضئيلة جدا. متو شالح الذي عاش 969 سنة لا نسمع عنه في الكتاب الأعمال العظيمة التي عملها يوحنا في سنة أو أكثر من سنة بقليل. نجد أن السيد المسيح نفسه
مدة خدمته كانت حوالي 3 سنين وثلث، مدة قليلة، وصلب وهو شاب او رجل في هذا الحال، ولكنه في هذه الفترة القليلة استطاع ان يعمل عمل الخلاص للعالم كله. هناك اشخاص كانت حياتهم قصيرة على الارض ولكنها طويلة جدا في مفعولها وعميقة جدا في عملها. مثلا البابا كيرلس الرابع اللي بيلقب في التاريخ بانه ابو الاصلاح، مدة حضريته مجرد تقريبا 6 سنين وكم شهر، مش فترة طويلة، لكن في هذه السنوات القليلة استطاع ان يكون له تأثير ضخم في تاريخ الكنيسة لدرجة سموه ابو الاصلاح. ناس كثير عاشوا حياة قصيرة على الارض، ولكنهم في هذه الحياة اعطوا المثال والقدوة والمفعول وادوا الرسالة كاملة. القديسين بعض الاطفال اللي كانوا قديسين وهم اطفال، زي القديس أبدير، أطفال صغيرين لكن كان لهم مفعول كبير لأن الوقت بتاعهم كان وقت ثمين وكان وقت قوي. في ناس استغلوا كل دقيقة من دقائق حياتهم لدرجة أنهم نموا نموا سريعا يفوق طاقة الوقت العادي. القديس تدرس تلميذ بخمي استطاع وهو شاب صغير انه يقود اديرة بخمي، وكان وهو شاب يمكن في 14 او 15 او 16، كان طاقة روحية كبيرة وكان يعتبر الاب الروحي لجميع الأديرة بعد بخمس على طول. القديس يوحنا القصير قيل عنه وهو في صغره ان الاسطيط كله كان معلقا باصبعه، وكان مرشدا روحيا كبيرا وهو شاب صغير في السن، لكن سنوات حياته كانت مثمرة وكانت نافعة. ارتفع بسرعة وجري في الطريق الروحي بقوة لان كل دقيقة من دقائق وقته كانت بركة للكنيسة ولكل الناس. الانبا ميسائيل السائح استطاع ان يبقى سائح وعمره 17-18 سنة، وصل لدرجة السياحة بالسرعة الكبيرة دي لان كل دقيقة من دقائق وقته اخذها بجدية واخذها بقوة واستغل عمل النعمة استغلال ضخم في حياته. ففي مدة قصيرة وصل الى رفعة كبيرة في الحياة الروحية وهو صبي صغير. في ناس كل دقيقة استغلوه لحياتهم ولنموهم، وكانوا كل دقيقة بيرتقوا درجة اعلى لان الوقت كان في صالحهم. انا بحزن كتير جدا لما اجد وقت انسان ضده، الوقت بيقتله
ودقايق تمر عليه تضيع حياته، بينما اشخاص اخرون الوقت في حياتهم سبب بركة ونعمة. لان الانسان بيعتبر ان كل دقيقة من الحياة هي جزء من حياته وهي بركة ونعمة، ويستطيع الانسان في لحظة ان يكسب كل شيء وفي لحظة اخرى يخسر كل شيء. يستطيع انسان في دقيقة ان يبني نفسه ويستطيع في دقيقة ان يهدم نفسه. ياما في ناس دقيقة واحدة من حياتهم قعدوا يندموا عليها العمر كله. خدوا داود النبي مثلا، في لحظة خطأ ارتكب خطية، قعد يقول بعديها في كل ليلة اعوم سريري وبدموعي ابل فراشي، صارت لي دموعي طعاما نهارا وليلا، صارت شرابا لي النهار والليل. بطرس الرسول في لحظة ضعف بكى بكاء مرا بسبب هذه اللحظة. ياما في انسان لحظة او دقيقة تمر عليه او يوم يمر عليه يقول ليته لم يكن هذا اليوم في حياتي كلها، مشاكلي كلها في العمر كله بسبب هذا اليوم وحده، لان الوقت لم يكن معه، استغل الوقت استغلالا رديئا. يوم واحد، ساعة واحدة ممكن يضيع فيها الانسان عمره، ساعة واحدة ممكن يضيع فيها الانسان عمره. وبعكس كده ممكن لحظة او دقيقة تكون سبب بركة للحياة كلها. تصوروا مثلا الثلاث ساعات اللي قضاهم المسيح على الصليب من الساعة 6 للساعة 9، في الثلاث ساعات دول خلص العالم كله. الثلاث ساعات دول العالم كله لا يوازيها، لا يوازي الثلاث ساعات دول. آلاف السنين لا يمكن أن يكون لها بركة هذه الساعات الثلاث اللي قضاها المسيح على الصليب. من الثلاث ساعات دول لحظة أخرى مباركة قال فيها اللص اليمين: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. بهذه اللحظة الواحدة كسب هذا الإنسان الملكوت، واستطاع أن يأخذ مغفرة للعمر الطويل الذي قضي في الخطية بلحظة واحدة استغلها هذا اللص استغلالا حسنا. لحظة واحدة رفع فيها العشار نظره الى فوق وقلبه الى فوق وقال: ارحمني يا رب فاني خاطي. في هذه اللحظة استطاع ان يتخلص من كل الحياة القديمة كلها. في لحظات مباركة في حياة الانسان. اللحظة اللي جلسها القديس انطونيوس يتأمل في جثمان أبيه المسجى أمامه وقال له:
أنت خرجت من العالم كارها، ولكني سأخرج منه بإرادتي. وبهذه اللحظة من التأمل بني لنا نظام الرهبنة كله، وشق طريق ملائكي أمام العالم لكي يسيروا فيه. في لحظات مباركة مرت على العالم تقتدر كثيرا في فعلها. يوم من الأيام الجميلة المباركة جدا في تاريخ البشرية قال عنه القديس يوحنا الرائي: كنت في الروح في يوم الرب في جزيرة بطنه. هذا اليوم أعطانا سفر الرؤية بكل ما فيه من روحانية، بكل ما فيه من نبوءات، بكل ما فيه من تعاليم، بكل ما فيه من وعود إلهية مقدسة أخذوا، لأنه كان في الروح في يوم الرب. وإذا بالرب يكشف أمامه كل الأشياء التي وردت في سفر الرؤية، ويعلن له إعلانات عجيبة جدا. العالم ما يزال يقف أمامها في خشوع وفي حيرة. لحظة من اللحظات بالنسبة لبولس بيقول: كنت في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. ارتفع فيها للسماء الثالثة. هل تفتكروا حياة بولس كلها تتحط في جنب، وهذه اللحظة في جنب آخر، أو هذه الفترة في جنب آخر؟ في أوقات تمر على الإنسان تكون أوقات مقدسة، أوقات مباركة، أوقات لها قيمة في حياته. في أوقات يقضيها الإنسان يغير حياته كلها في دقيقة، زي الوقت اللي قضاه الابن الضال وقعد يفكر كده: كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع. وتغيرت حياته كلها في دقيقة. في فترات بتمر على الإنسان بيسميها الكتاب زيارات النعمة. ممكن هذه الفترات تستغل استغلالا عجيبا، يكتسب منها الإنسان ما لا يمكن اكتسابه في سنوات عديدة. استغل الوقت، استفيد منه. كل لحظة من حياتك خليه لحظة مقدسة. واحنا صغيرين في مدارس الاحد كانوا بيدونا تدريب ساعات يسموه اليوم المثالي. يوم مثالي الانسان يحاول فيه انه يكون في احسن وضع روحي ممكن، يدرب نفسه. لماذا لا تكون حياتك كلها اياما مثالية؟ تستفيد من كل دقيقة تمر عليك. كل دقيقة ليست ملكك، ملك للرب. وحياتك ليست ملكك، ووقتك ليس ملكك. وقتك ده هبة أعطاها الرب لك، هبة من ربنا. كان ممكن حياة الإنسان تنتهي امبارح، تنتهي الأسبوع اللي فات، لكن ربنا من مراحمه أعطانا يوما جديدا لكي يكون مقدسا له. علشان كده احنا في صلاة الشكر بنقول ايه؟ امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك. هذا اليوم المقدس وقت. اشكرك يا رب انك اعطيتني شوية وقت انا اقضي الوقت ده في محبتك، في التمتع بيك، في خدمتك، في ان انا اخذ منك بركات جديدة
واخذ منك حب واخذ منك حياة ويصبح هذا الوقت بركة لي. انا عايز كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، كم هناك من وقت في حياتك ندمت عليه وتعبت منه وما زلت تندم عليه وما زلت تبكي عليه بدموع وتقول ليته لم يكن في حياتي؟ كام وقت؟ وكام وقت في حياتك ما زلت تذكره بالخير وتقول مباركة تلك الساعة التي مرت علي، لم تكن ساعة من الأرض، كانت منحة من السماء. والمسألة في إيدك، تستطيع تخلي الساعة دي ساعة بركة، وتستطيع انك تحولها الى ساعة حزن تتعب عليها طول حياتك. في إيدك. ربنا قال انا تركت امامك طريق الخير وطريق الشر، اليمين واليسار، وانت حر تمشي في الوضع اللي تمشي فيه. احنا عايزين نحاول ان تكون كل اوقاتنا اوقات مقدسة. ربنا لانه عارف ان احنا ساعات ما بنقدرش، فادانا عينة على الاقل في كل اسبوع يوجد يوم اسمه يوم الرب، هو يوم كباقي الايام، 24 ساعة زيهم. ولكن هذا اليوم ممكن يكون يوم بركة بالنسبة لك للاسبوع كله، تستطيع ان تأخذ من هذا اليوم ذخيرة روحية لكل الاسبوع، تستطيع تأخذ ذخيرة روحية لكل الاسبوع. ممكن هذا اليوم يكون خميرة تخمر العجين كله. لو استطعت ان تستغل يوم الرب استغلالا حسنا. في ناس بيفتكروا يوم الرب يوم اجازة او مجرد يوم راحة، راحة جسدية، بينما يوم الرب هو يوم امتلاء روحي، هو يوم مقدس. الاجازة دي مثلا في اللغة الانجليزية بيسموها هوليداي، يعني يوم مقدس، لان اصلها يوم مقدس. للأسف الشديد بيحولوها الى ويك اند، يعني زالت التسمية الروحية الى تسمية عالمية، واصبح الويك اند ممكن يستغل في الفسح في المتع في اي حاجة، وفقد قدسيته. في اللغة اليونانية ألطف، بيسموه كرياكي، يعني بتاع ربنا، اليوم بتاع ربنا، اللي اخذ منها اسم كرياكوس او حاجة زي كده، يعني بتاع ربنا. اليوم بتاع ربنا هو الاسم المظبوط. كنت في الروح في يوم الرب. مادام يوم ربنا يبقى عملا من الاعمال لا تعمل فيه الا عمل الرب وحده. وبعدين ربنا بالاضافة الى هذه الايام المقدسة، ايام الاحد، ادانا ايام اعياد مقدسة، وادانا ايام اصوام مقدسة، لكي نأخذ وقتا مباركا لحياتنا. ياريت كل دقيقة من دقائق حياتك تكون للرب، وكل يوم من ايام حياتك تكون للرب، وتصبح حياتك كلها هي سر الرب، يوم مقدس، عملا من الاعمال لا تعمل فيه الا عمل الرب وحده. حاول ان الوقت يكون بركة ليك. يا مناس بيضيعوا وقتهم في حاجات لا تفيد،
يا مناس بيضيعوا وقتهم في حاجات لا تفيد، وبعدين يجي اخر النهار ويقول عملت ايه النهاردة، ما البركة التي اخذتها من هذا اليوم، ما الخدمة التي خدمتها في هذا اليوم، ما المنفعة التي اعطيت للكنيسة وللمجتمع وللأسرة ولقلبي ولنفسي من هذا اليوم، ويجد انه يوم ضائع، يوم ضائع انتهى على ما فيه. وكثير من الناس حياتهم كلها ايام ضائعة، ايام ضائعة لا استفادوا فيها ولا استفاد الناس بسببهم، ايام ضائعة. ياريتك تبحث كم هي الايام الضائعة من حياتك. في حياتك في ايام ميتة وايام حية. الايام الميتة لم تعمل فيها عملا، زي قلتها، لم تستفدت منها ولا العالم استفاد منها، ايام ميتة. وفي حياتك ايضا ايام لا تنسى، ايام لا تنسى، ايام كلها بركة تشعر بيد الله فيها، وتشعر بحرارة الروح فيها، وتشعر بعمل النعمة فيها، وتشعر بأنك كنت إنسانا غير عادي في هذه الأيام. ودي أيام محسوبة في حياتك، دي الأيام المحسوبة في حياتك. وأنا عايز أسألك، حياتك كم يوم، حياتك كم يوم، كم يوم من هذا النوع، كم يوم من هذا النوع، كم هي سنية حياتك على الأرض، كم يوم بتاع ربنا، كم يوم روحي. كم يوم عشت فيه مع الله في عشرة وفي حب، وكنت في الأرض كأنك في السماء. كم يوم ذقت فيه مذاقة الملكوت. كام يوم كان وقتا مقدسا للرب، وقت بتاع ربنا، عندما يأتي الله ليحصد الحنطة التي في حياتك، ليحصد الأيام التي من نصيبه في حياتك. كم يوم يحصده الرب ويضمه إلى أغرائه المقدسة، كام يوم. ربنا يقول لك اديتك 30 سنة عمر مثلا، ليا كم يوم في 30 سنة دول، كم يوم مظبوطين يعني، ليا كم ساعة في 30 سنة دي. أكثر ما يتعب الإنسان أن تمتد به الحياة إلى أن يشرف على نهايتها، ثم يسأل نفسه كم هي الأيام التي للرب في حياته، ويجد إنها أيام قليلة وشبعان تعبا. ربنا يقول له اديتك عمر طويل، لكن هل لي فيه نصيب كما كان للعالم نصيب؟ يعجبني قول السيد المسيح له المجد، رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان يأتي وليس له في شيء. يجي الشيطان يفتش في حياة السيد المسيح كلها، 33 سنة وكام شهر، لا يجد فيها ثانية ولا ثوينة ولا لحظة ولا طرفة عين ملك ليه، يجد انها حياة كلها ملك للآب.
كان فيها الابن ثابتا في الاب ثباتا لا يعبر عنه. ادي الوضع المثالي، خد يوم من ايام حياه المسيح وشوفوا كان ماشي ازاي. بلاش حياه السيد المسيح، يمكن تكون صعبه عليك شويه. خد يوم زي يوم بولس، زي من حياه بولس الرسول كان ماشي ازاي. يوم واحد كان ماشي ازاي؟ هل حياتك كلها تسوى يوم واحد من ايام بولس؟ هل حياتك كلها عشرات السنوات تسوى يوم واحد من ايام بولس؟ لك حياة ولكنك لا تعرف كيف تستغلها، وربنا اعطاك وقت ولا تعرف كيف تستغله. صدقني كما قال بعض الروحيين، جميع سكان الجحيم، جميع سكان الجحيم يشتهون دقيقة واحدة من دقائق حياتك، دقيقة واحدة. يعني الناس اللي ماتوا دول وهلكوا يشتهوا دقيقة واحدة من دقائق حياتك، دقيقة واحد يقف فيها يقول له أخطيت يا رب، اعترف ليك بكل خطاياي، تبت من كل قلبي، كل عمل شرير اصلحه، اشوف نتيجته، اغيرها، اعمل اي حاجه. دقيقه واحده كل اموالي اديها للفقراء، دقيقه واحده كل رغباتي اديها لربنا، دقيقه بس. كل الذين في الجحيم يتمنون دقيقه واحده من دقائق حياته ولا يجدونها، لانه اغلق الباب مش قادرين يرجعوا تاني. دقيقة واحدة، وانت عندك دقايق كتيرة خالص، عندك دقايق تقدم فيها توبة، وعندك دقايق تقدم فيها اعتراف، وعندك دقايق تقدم فيها حب، وعندك دقايق تعالج فيها اخطائك القديمة، وعندك دقايق كتيرة تمتلئ فيها من الروح. عندك كتير كتير كتير، واخشى انك انت بتنفق ايامك بعيش مسرف كما فعل الابن الضال، انفق معيشته بعيش مسرف. ضاع. عايز اقول لك ملاحظه مهمه، كل يوم يمر في حياتك يمر ما تقدرش تسترجعه، جايز تبكي عليه، جايز تندم عليه، جايز تعترف بيه، جايز مطنيات ودموع من اجل هذا اليوم، لكن هذا اليوم راح، انتهى، اندفن، لن يرجع مرة اخرى. كل دقيقة بتمر عليك انتهت خلاص، ما تقدرش ترجع اللي حصل فيها، ما تقدرش تغير اللي حصل فيها، انتهت، اتحسبت عليك كده. طب وبعدين وقتك كده تضيعه؟ دقيقة ورا دقيقة، وساعة ورا ساعة، ويوم ورا يوم، لغاية لما تبص في حياتك تلاقي نفسك خلاص. ليستفد كل انسان من وقته، وان كان واحد ضيع من حياته سنوات وعشرات السنوات، يقول بس دقيقة واحدة أغير فيها كل اللي فات ده، دقيقة واحدة أغير فيها كل اللي فات، دقيقة زي لحظة العشار، وزي لحظة النص اليمين، وزي لحظة الابن الضال، دقيقة واحدة. حاجة ليها قيمة، ليها عمل كبير. دقيقة تقتدر كثيرا في فعلها. الله اعطانا وقتا، والوقت لا يقاس بطوله بقدر ما يقاس بعمقه، الوقت لا يقاس بطوله بقدر ما يقاس بعمقه. لا تقاس اوقات الانسان بالساعة العادية، مش ممكن ابدا. تقاس أوقات الإنسان بمقدار الثمر الروحي الذي فيه،
بمقدار الثمر الروحي الذي فيه، بمقدار الإنتاج الجبار الذي فيه، بمقدار الخير الذي قدمه الإنسان لنفسه وللآخرين. بهذا تقاس الأيام، بهذا تقاس الأوقات، ومش كل الأوقات زي بعضها. في دقائق تمر على الإنسان كأنها دهر، وفي أيام تمر على الإنسان كأنها لحظة. فكيف تمر أيامك؟ وكيف تمر ساعاتك؟ كيف؟ يا ريتك تستغل كل دقيقة، على الأقل أيام الصوم الكبير كلها أوقات مقدسة، كلها أوقات مقدسة. إن ما كنتش ابتديت فيها كأيام مقدسة ابتدي من دلوقتي. حياتك دي في إيدك، وأفكارك في إيدك، ورغباتك في إيدك، وشهواتك في إيدك، وإرادتك في إيدك. والله خلقك إنسانا حرا مريدا، إرادتك في إيدك، في إيدك، وكل الضوابط اللي عليك من بره تقدر تنفضها في لحظة. الروح القدس الذي فيك مستعد يعمل فيك بقوة لا مثيل لها، تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. لكن استغل وقتك، قل له يا رب العشر سنين اللي فات دول اللحظة دي تقدر تغطي عليهم كلهم. خد واحد زي أغسطين، 30 سنة في الفساد، وبعدين دخل في الحياة مع الله، فإذا به يفوق ناس كثير من الذين سبقوه في الحياة الروحية، لأنه خد الأمور بجد وبروحانية قوية وبس لأمته خلاص. بيقفز قفزات طويلة في الحياة الروحية كل يوم يقدمه العشر سنين، كل يوم يؤديه كأنه جيل في الروحيات، وتحول إلى أعماق وتأملات وصلوات ورقة روحانية لا توصف. موسى الأسود سنوات طويلة مرت من حياته ضاعت، دخل الحياة الروحانية بجد بوقت مقدس غطى على القديم كله، وإذا به إنسان روحاني وصل في أيامه الجديدة بما لم يحدث طوال العشرات السنوات الماضية. استغلوا وقتكم، استفيدوا منه، خلوا كل دقيقة فيه دقيقة مقدسة، خلوه وقت للرب. قولوا الصيام الكبير ده بالذات له أهمية، الصيام ده فترة التخزين الروحي للسنة كلها، لابد نستفيد من كل دقيقة. تبص تلاقي نفسك بتلعب بتجري بتزوغ يمين ولا شمال، قول لنفسك انا هنسى ان دي ايام مقدسة، هنسى ان ده وقت للرب، هنسى ان ده وقت مقدس، هنسى حياتي، هضيع النهاردة زي ما ضيعت امبارح، هضيع اللحظة دي زي ما ضيعت الصبح والظهر. مش ممكن، ان راح مني الصبح والظهر والعصر والمغرب انا بالليل اكتسب اليوم كله. في الليالي ارفعوا ايديكم ايها القديسون وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي صنع السماء والارض. وباليوم وبالليل تكسب ذخيرة تغطي بها ضعفات النهار، زي ما قال احد القديسين اكتسبوا صداقة الليل، الليل الهادئ الساكن. عايز وقتكم يبقى وقت مقدس، يبقى وقت للرب.
تصوروا في ناس وقتهم جبار، واحد يقول لإنسان أرجوك اديني دقيقة واحدة من وقتك، الدقيقة دي ممكن تتحل فيها مشكلة، الدقيقة دي ممكن ياخد فيها كلمة منفعة تقوده في الحياة كلها. بقى لو كان أنبل طنس الكبير عايز دلوقتي واحد فيكو خد دقيقة منه، ما كانتش الدقيقة دي غيرت حياته دقيقة. اديني دقيقة يا أنبل أنطوني. واحد يروح لقديس زي قديس أثناسيوس الرسولي يقعد معاه دقيقة، مشكلة عويصة في مخه لافتية يبص يلاقيها خلاص بقت أسهل سهولة دقيقة. في إنسان كل دقيقة من حياته لها قيمة، والناس يشعروا ببركة إنهم خدوا دقيقة منه. وإنسان تاني تمر الساعات ويقعد مع واحد ثلاث أربع ساعات ويخرج ولم يستفد شيئا. ليه ما تكونش حياتك من هذا النوع، من نوع حياة القديسين اللي كل دقيقة فيها لها قيمة؟ في إنسان يقول مش فاضي، الوقت مش مكفيني، لأن عنده أعمال كبيرة جدا أكبر من وقته. وفي إنسان حياته فراغ يقول عايز طريقة أقضي بيها الوقت، أدور على مسليات، أدور على مرفهات، أدور على وسائل إعلام، أدور على غيره غيره، أدور على لعب، أدور على حاجة، على نادي، على إيه الحكاية؟ وقت ضائع، واحد مش عارف قيمة حياته، مش عارف. كل واحد له رسالة وقته لها قيمة، كل واحد عنده عمل إلهي وقته له قيمة، كل واحد أمامه خطة روحية بينفذها يوم بعد يوم وقته له قيمة، كل إنسان له خدمة مقدسة قوية وقته له قيمة، كل إنسان حتى يهتم بعقليته بثقافته بقلبه بكيانه بشخصيته وقته له قيمة. أما الإنسان اللي وقته ملهوش قيمة هو إنسان يعيش في فراغ، إنسان ضائع ليس له هدف، ليس له رسالة. كونوا أصحاب رسالات، كونوا أصحاب أهداف، كونوا أصحاب عمل روحي من أجل أنفسكم ومن أجل الناس، تصير أوقاتكم ذات قيمة، وعندئذ تحرصون على كل لحظة وترفضون أن تفقدوا دقيقة واحدة من دقائق حياتكم. مش ممكن، هي الدقيقة بتاعتي دي بتاعتنا عشان أفقدها دي بتاعت ربنا، ده أنا حياتي اشتريت بثمن، واشتريت بثمن ايه؟ بدم المسيح. أصبحت كل دقيقة فيها ملك لهذا الدم الذي اشتريت به، ازاي نضيعها في العالم؟ عشان كده في الصوم المقدس خشوا في برامج روحية قوية. البرامج الروحية القوية دي كل ما تمروا فيها تلاقوا الوقت مش مكفي، تلاقوا الوقت مش مكفي، فتشعروا بقيمة الوقت، تشعروا بقيمة الوقت. أي برامج، ده حتى لو برامج فكرية ولا عقلية، زي واحد يقول أنا عايز أحفظ العظة على الجبل الأسبوع ده، ده لو واحد عايز يحفظ العظة على الجبل الأسبوع ده مش يعمل بالعظة على الجبل كفاية يحفظ، هيلاقي وقت ويلاقيش وقت. ده لو واحد يهتم بواجباته أيضا بمسؤولياته ما يلاقيش وقت. أنا عايز وقتكم يبقى ثمين عندكم، عايزكم باستمرار تقولوا مش لاقين وقت. ما تضيعوش وقتكم، لأنكم لو ضيعتم وقتكم تضيعوا حياتكم. فليبارك الله في حياتنا جميعا، لهم نجد الدائم في الأبد، آمين.